13 مليون شاب وفتاة تجاوزت أعمارهم 30 عاما ولم يتزوجوا بعد. هذا في دولة واحدة 13 مليون شاب وفتاة بلغوا 30 عاما، أي أنهم صنفوا أنهم عوانس ولم يتزوجوا بعد. فيا أيها الآباء اتقوا الله، يا أيها الآباء اتقوا الله، واعلموا أنكم لا تريدون إلا الستر لبناتكم وليس البيع والشراء. أعراضنا لا تباع ولا تشترى، إنما يدفع للرجل صاحب الدين، هو الذي يدفع له ولا يدفع. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم زوج شابا بآيات بحفظه للقرآن، بحفظه للقرآن زوجه فتاة. يا أحباب، سعيد بن المسيب عالم من العلماء العظماء، تقدم الخليفة لسعيد بن المسيب للزواج من ابنة الخليفة، من ابن الخليفة أن يتزوج ابنة سعيد بن المسيب. لما وصل الخبر إلى سعيد أن ابن الخليفة تقدم للزواج من ابنته، رفض سعيد بن المسيب أن يزوج ابنته لابن الخليفة. كان جالس مع أحد طلاب علمه فسأله عن الزواج، أي أنه لماذا لا تتزوج؟ قال هذا الشاب الفقير طالب العلم، قال يا سعيد يا شيخي، ومن يزوجني وأنا لا أملك إلا 3 دراهم؟ فقال سعيد سبحان الله، 3 دراهم لا تعف مسلما، 3 دراهم لا تعف مسلما. يا سعيد بن المسيب، اليوم يملكون 1000 الدولارات ولا يستطيعون الزواج بسبب التكاليف الباهظة في زماننا. 3 دراهم لا تعف مسلما. إيه لو نظر في زماننا إلى أعداد حالات الزنا في بلادنا، أعداد حالات الزنا التي حدت عنها ولا حرج. لماذا؟ لأن الشباب اليوم حينما يدقون الأبواب الذين يريدون العفاف ويريدون الحلال، وتغلق الأبواب بأقفلة حديدية ومهور عالي أمام وجوههم، حينما اليوم هؤلاء الشباب لا يجدون وظائف حتى يعملون ليجمعوا المهر كي يتزوجوا، ثم ننصدم اليوم بحالات الزنا. أما آن للآباء أن يتقوا الله؟ أما آن للحكام والملوك أن يتقوا الله في الشباب ثم بعد ذلك نبكي على حالات الزنا في بلادنا؟ زوجوا الشباب، أعينوا الشباب، اتقوا الله في الشباب. قال 3 دراهم لا تعف مسلما. قال أيها الناس اشهدوا لقد تزوج من فلان من فلانة، وهي ابنة سعيد ابن المسيب. قال اشهدوا لقد تزوج فلان من فلانة بدرهمين. فعاد الرجل مسرورا طالب العلم إلى البيت، فجاءه سعيد بن المسيب في الليل يدق باب بيت الطالب، ففتح الباب وإذا به سعيد. يقول الشاب والله جاء في عقلي كل سعيد إلا سعيد بن المسيب. الشيخ سعيد يأتيني إلى البيت، قال يا سعيد أنا أتيك، تأتيني أنا؟ قل لي ماذا تريد، أمر. قال لقد خفت عليك أن تبيت الليل عازبا فيحاسبني الله، لقد خفت الليل عليك أن تبيت عازبا فيحاسبني الله. كم سيوضع يوم القيامة للحساب من وضع ابنته في البيت وقد بلغت 30 عاما وهو لا يريد أن يزوجها إلا لابنة عمها، وهو لا يريد أن يزوجها إلا لمن يملك وظيفة، وهو لا يريد أن يزوجها إلا لابن القبيلة. بلغت 20 وبلغت 30 وهي في بيتها حتى أصبحت عانس. أفي بدعوى الجاهلية؟ ماذا لو كان سعيد في زماننا؟
شاب رفض أن يبيت الليل عازبا، قال لربما يحاسبني الله أنك بت عازبا. وكم من الشباب اليوم يبيتون هما وألما لا أباء يدرون بهم ولا أمهات ولا حكام ولا غيرهم. قال وإذا به خلفه سواد، قال فقدمها فإذا ابنته، قال شدني زوجتك إياها، قال فدخلت فرأيتها فوالله ما رأيت جمالا من النساء كجمالها. قال فمر بعد الزواج شهر فأردت أن أذهب لطلب العلم عند سعيد، قلت لها أريد أن أذهب لأطلب العلم عند سعيد، قالت اجلس فإن علم سعيد كله عندي. قالت له اجلس فإن علم سعيد كله هو عندي. فيا أيها الأحباب، يا أيها الناس، رسالتي دون إطالة، اتقوا الله. ووالله ما دفعني للحديث عن هذا الموضوع في هذه الخطبة، ولعل هذه الخطب هذه الأيام تحتاج مواضيع ربما أخرى تناسب الواقع، ولكنني لا أرى إلا هذا الذي يناسب الواقع في هذه الخطبة بالذات. لما أسمعه كل يوم، لما أقرأه كل يوم، لما يصلنا من أخبار عن حالات الزنا والفواحش والفساد في بلادنا. ولن يكون هذا إلا حينما نعف أبناءنا وبناتنا بالزواج وبالنكاح وبالحلال. فاللهم من أراد من شبابنا وبناتنا النكاح والعفاف والزواج، أسأل الله في هذا اليوم المبارك أن يمن عليهم بزواج تقر به عيونهم. اللهم آمين.